حالة من الغضب الشديد تملكت متابعي السوشيال ميديا بعد التصريحات اللي خرجت عن جيش الاحتلال واللي نشرها موقع هارتس، واللي أكد فيها جيش الاحتلال أنه عمل قناة على التليجرام عشان ينشر عليها الجرائم والانتهاكات اللي بيقوم بيها جنوده في حق الشعب الفلسطيني. والحقيقة أنه الاعتراف وحالة التباهي بالجرائم والمجازر اللي بترتكب في حق الشعب الفلسطيني الأعزل كانت سبب في حالة من الغضب الشديد على كل وسائل التواصل الاجتماعي.